السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي إخوتي، إن شاء الله نكمل وياكم اليوم ونأخذ بعض الأمثلة حول المعادلات القطبية أو المعادلات المكتوبة بالصيغة القطبية. خلنا نأخذ فد examples بسيطة يعني جدا مراجعة example، خلنا نسميه 2 وهذا example 2. example 2 راح نأخذ مثلا يقول لك graph أو A، ماكو داعي graph، أقلكم مثلا السيركل اللي تقول R يساوي لي مثلا أو مطلق ال R يساوي 1، مرات هيش تنكتب مطلق ال R تساوي لي 1، بالحقيقة هاي إذا نفتحها هيجي يؤدي إلى أن ال R شي يساوي لي زائد ناقص 1، وتعرفون هاي رسمها شلون راح يصير، راح يصير عبارة عن دائرة الوحدة أو اليونت سيركل فقط، هاي ال R مالتها شي يساوي، يساوي 1، ونقدر نعكس أنا R شي يساوي سالب 1، فماكو اي مشكله اذا قال ار يساوي 1 او قال ار يساوي 1، هنا بطريقتين انا اقدر شنو اقدر اكتب اللي يعني اقدر اكتب امثل الدائره، ما عندي اي مشكله. زين، الخطوه اللي وراها هسه ايش عندنا هنا؟ الخطوه اللي وراها راح ينطيني مثال ثاني، طبعا اذا انطاك بس ار معناها انطاك دائره، اذا انطاك بس ثيتا شوف هسه ايش منطيني انا، راح يعطيني ثيتا المثال اللي اخذناه، خلي راجعه، يعني راح ياخذني باي على 6 او يساوي او ثيتا شو تساوي لي 7 باي على اليمين على 6، او الثيتا شو تساوي لي؟ تساوي لي سالب 5 باي على اليمين على 6، لان كلهن هن عباره من هو عباره عن الزاويه اللي راح تكون اذا نرسمها هنا باو اللي هي باي على 6 نفسها هاي الزاويه هيجي، وهذا اللاين اللي هو يطب هاي الباي على اليمين باي على 6 من هاي الجهة، خوش حكي، من هنا لهنا راح تصير عندك سالب 5 باي على 6، واذا حسبناها فكرنا بها الزاوية من هنا لهنا ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي كالآتي، العفو مو هيجي، اي نعم، من هنا لهنا هاي الزاوية هيجي تصير، وهاي الزاوية منا لهنا هم راح تصير عندي، راح تصير عندي سالب 11 باي على 6، سالب 11 باي سالب 11 باي على 6، إذن كلهن شنو قدرنا نكتب يعني هو كمراجعة نفس المثال أخذناه، مثال بسيط جدا، وراح ناخذ هواي أمثلة بالمستقبل، بس هسه ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ example graph the set of points where polar coordinates satisfy the following conditions. مثال يقول example 3 graph the polar equations that satisfy the following conditions. اولا الشرط الاول ايش راح يكون؟ ال A العفو، اولا يقول الار محصورة بين من؟ بين الواحد والاثنين فترة مغلقة، والثيتا شو تساوي؟ هذا الشرط الاول، الثيتا شو تساوي؟ تساوي لي باي على 2. فهسه هذا اذا نريد الرسمه نحدد ار ونحدد الزاوية، خلينا نجي بالبداية نحدد الزاوية، فنجي نرسم نظام احداثي هيجي، نظام احداثي، نقول له الثيتا وين الحد مالتها؟ الثيتا الحد الاصغر مالتها الصفر، يعني منها تطلع الزاوية. هذا الحد هذا الحد الثاني ثيتا، نقول له ثيتا نوت او ثيتا 1 شو يساوي؟ يساوي عند الصفر. ثيتا 2 وينها؟ ثيتا 2 يساوي باي على 2، نقول له ثيتا ها ثيتا 2 بيناتنا هاي ثيتا 1 وثيتا 2 حتى نفهم. حتى باكر عقبه من نريد نكامل من نجري تكاملات تحويلات احنا نعرف شنو الفكره اللي عندنا. زين. هسه لو بنجي نحدد الار، نحدد الار، القيد الاسفل الار واحد يعني طوله يونت وحده. يعني الار طوله يونت وحده، اذا نجي نحسب منها يونت وحده نقيس هيجي، عندي طباشير ما بيونت وحده الطباشير، هذا بيونت وحده هيجي، يعني نقيس منها يونت وحده هيجي باعلي شلون؟ وتفره هيجي يونت وحده. فاذا خمنا اليونت وحده راح نقول هنا هاي يونت 1. هذا الار منها لهنا طوله ايش قد؟ طوله يونت وحده، هذا الحد الاصغر. الحد الاعلى مالته 2 يونت، يعني هذا منه. فهاي الريجن اللي صارت عندي، هاي الريجن اللي صارت عندي
باوع لي هو حددها إلي شنو حددها إلي بمن بالبولار كوردينيت. هذا بالنسبة لمن بالنسبة للتمثيل هو شو يقول يقول عندك ريجنز جراف ذا بولر لا مو هيك جراف ذا ريجنز فقط ذا ريجنز فقط جراف ذا ريجنز بس يريد يمثل لك يريد يمثل لك المناطق بالبولر كوردينيت. يقول عندنا اثنين او بي كاتبه انا سالب ثلاثة محصورة الار بين من والاثنين خوش حكي وثيتا يساوي لنا باي على اربعة ثيتا يساوي لي باي على يمين باي على اربعة. فهذا بالحقيقة هسه اذا نجي الرسمة راح يكون عندي سهل جدا. قلنا نبدي بتحديد الثيتا نبدأ بتحديد الثيتا زاوية مالت باي على أربعة وتعرفون الباي على أربعة راح تكون عندي فد خمسة و راح أرسمها هنا فوق حتى تكون أوضح. هذا النظام الإحداثي هنا هيجي وعندي الباي على أربعة الخمسة وأربعين بالضبط هاي الباي على أربعة ثيتا شي يساوي لي باي على اليمين على أربعة ما عندي لا ثيتا 1 ولا ثيتا 2 هي زاوية واحدة باي على أربعة. ويقول عفوا هاي الار يقول الار محصورة بين سالب ثلاثة ومحصورة بين اثنين سالب ثلاثة منا لي جوا ثلاث وحدات لهنا تهت مو شعاع هذا مو شعاع لا لين مو مثل هذا شعاع ما منتهي هذا ما منتهي لا هذا منا منتهي لحد سالب ثلاثة منا طوله ومنا اشقد طوله وحدتين هاي يونت 1 وهاي يونت 2. فهذا الرسم عبارة عن قطعة مستقيم واحدة وهذا الرسم هنا عبارة عن ريجين أو بلين مستوي في النظام الإحداثي القطبي. زين إيش عندنا بعد هسه؟ عندنا بعد ثالثا يقول أريد الثيتا مالتك 2 باي على 3 وخمسة باي على اليمين على ستة. زين يريد من عندي 2 باي على 3 وخمسة باي على ستة والآر ما كاتبها إلك. إذا الآر ما كتبها إلك معناها فري معناها أنت الآر تتمتع بيها فري تقدر شنو تاخذها من أي مكان يعني ما إلها لا نهاية ولا بداية. فخلنا نجي نسجل الثيتا الأولى نقيد الثيتا الأولى. الثيتا الأولى اللي هي باي على 3 تعرفون الباي على 3 60 فاثنين باي على 3 راح يطلع عندي 120 ال 120 حتى اكتبها تصير هنا فهاي الاولى وانا اذا خطيت خط بجهه معناها شنو معناها الخط يعبر وين يعبر للجهه الثانيه لان الار 3 ما عندي اي مشكله هاي منو هاي الثيتا اللي هي 2 باي على اليمين على 3 اللي هي ثيتا 1 عندي هنا ثيتا 1 وعندي شنو عندي ثيتا 2 باي على 6 في 550 يعني باي على 6 30 في 5 150 150 تعرفوها تصير هنا هالجهه هاي وهم راح تطلع عندي شنو هم راح تطلع عندي مستمره وهاي راح نقول له 5 باي على اليمين على 6 هاي ايش حددنا هنا هسه احنا حددنا الريجين وراح نقول له هاي تتخطط هيجي وهاي تتخطط هيجي وما منتهيه يعني هاي من الريجين ما منتهيه منا وما منتهيه منا مستمره عندي وبصورة يعني بصورة غير منتهية. هاي بالنسبة لمن بالنسبة شلون إذا ردنا نحدد الريجين القطبية أو ردنا نحدد أي منطقة قطبية. زين هسه ايش راح ناخذ ريليتنج أو يعني شبه موضوع جديد مو موضوع ريليتنج بولر and cartesian شلون تنكتب cartesian نسيت راح نشوف العلاقة بين البولر كوردينيت وشنو وال البولر كوردينيت والكارتيزيان كوردينيت راح نستخدم ذن العلاقات نستخدم العلاقة الأولى x r تساوي لي كوساين ثيتا وراح نستخدم الواي شو تساوي لي ار ساين ثيتا وراح نستخدم اكس تربيع زائدا واي تربيع شو يساوي لي عندي يساوي لي عندي الار مو
يساوي عندي الار تربيع لو يساوي عندي الار اكس تربيع زائد ار لا يساوي عندي ار تربيع خوش حكي. واكو ملاحظه هنا نقول له يا ترى تان الثيتا هاي ما ننساها ترى هي واي على اليمين واي على اكس هاي تربط لي بين الثيتا وبين الاكس وبين الواي ذن اللي راح نستخدمهن بحل الامور اللي جايه. فخلنا ناخذ شنو توضيحات انا كله عندي شنو جاي اوضح لحد يعني المحاضره ذيك راحت. وهاي المحاضره عباره عن فهم شنو هو المحاور القطبيه وشلون نتنقل بين المحاور القطبيه والمحاور الكارتيزيه وشلون نقدر نرسم ريجن نرسم سيركل نرسم خط خوش حكي شلون نتحدد بها. قلنا نحدد بالبدايه ثيتا وبعدين نحدد الار عفوا. فناخذ اولا اكزامبل خلينا نسميها نعم نسميها اي مو شرط اكزامبل خلينا ناخذ اكس يساوي لي اكس يساوي 2. تعرفون هسه هذا اكس يساوي 2 عباره عن مستقيم اذا رسمناه راح يكون بهالشكل هذا اكس يساوي 2 هذا اذا رسمناه بمن بالكارتيزيه بس انا اريد اكتبه بالقطبيه بالمحاور القطبيه يعني مكان ما اكس واي ار وثيتا اشيل الاكس اخلي مكان هالاكس اخلي ار كوساين ثيتا فراح نقول له ار كوساين ثيتا يساوي 2 صار عندي محاور قطبيه فقط شلت الاكس عوضت ما يساويها تحول شنو عندي تحول انه مكتوب وين مكتوب عندي بالمحاور القطبي. زين خلينا نجي هسه شنو اللي عندي بعد المثال عندي بعد اللي مثال هو المثال الاتي اللي هو بي اكس واي شي يساوي لي 4 كل احنا نعرف انه هذا الاكس واي هو عباره عن قطع زائد خوش حكي وشلون يرسم هذا الاكس واي يرسم منه عند الواحد بواحد او الواحد باربعه يعني اذا عوضنا اكس واحد الواي يطلع 4 هيك يرسم كتوضيح يعني هيك الرسم. هذا من نريد نحوله نعوض مكان اكس راح نعوض ار خل ادنيها هنا ار كوساين ثيتا وار ساين ثيتا شو يساوي لي؟ يساوي لي 4 فمن نجي ذني ار في ار راح يطلع عندك ار تربيع كوساين ثيتا ساين ثيتا شو يساوي لي 4 واذا انت تريد تبسط مثلا اكثر بعد خوش حكي يعني تقدر ذن نسويه من القانون 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا وهذا يطلع 8 ولكن هي انتهت هسه لهنا خوش حكي. هاي صارت عندي شنو المعادله بالصيغه القطبيه وهاي المعادله الاصليه بالصيغه الكارتيزي. زين نجينا بعد نشوف شنو اللي محضر له انا محضر هنا الامثله طبعا من الكالكلاس انا جاي اجيب من الكالكلاس فتلقوهن موجودات اكس تربيع ناقصا واي تربيع شي يساوي يساوي عندنا 1 نفس الطريقة ما راح أسوي أي شيء مختلف أجيب هنا R كوساين ثيتا كل تربيع ناقصا R ساين ثيتا الكل تربيع العفو يساوي عندي شنو هو يساوي 1 خل أمسح هاي جهة ونصعد لي فوق فراح يدخل التربيع على الاول وعلى الثاني فراح يصير ار تربيع كوساين تربيع ثيتا ناقصا ار تربيع ساين تربيع ثيتا شي يساوي يساوي عندي 1 وهي انتهت يعني بعد ما عدنا بها تبسيط يعني حتى لو طلعنا عامل مشترك يبقى عندي ار تربيع ناقص ساين تربيع ما نقدر نبسطه يعني شنو اللي نبسطه بعد طلع ار تربيع عامل مشترك يبقى كوساين تربيع ناقص ساين تربيع يعني اكو بطريقه مثلا تقدر تقول ار تربيع ويبقى عندك كوساين تربيع ثيتا ناقصا ساين تربيع ثيتا يساوي 1 يعني هذا تقدر تعوضه مثلا كوساين 2 ثيتا هيجي باعتبار تفتح كوساين 2 ثيتا اي ممكن بس هي انتهت لهنا انتهى الحل. شلون هذا نقدر بالقانون مال قانون نصف الزاويه هذا هم نقدر نسوي قانون نصف الزاويه بس ماكو داعي بدل ما له داعي يعني. خلصنا السي هسه نجي المن نجي للدي. الدي يقول واي تربيع ناقصا 3 اكس تربيع ناقصا 4 اكس ناقص 1 يساوي 0 ولا يخوفني ابدا ما يخوفني هذا السؤال طبعا عفوا هذا هم قطع زائد خوش حكي هذا هم قطع زائد وهم الى رسمه معينه الفيرتكس على الواحد بواحد. هنا ما عندي اي مشكلة انا اجي قبل اقول له ار ساين ثيتا تربيع ناقص 3 ار كوساين
ثيتا الكل تربيع ناقصا 4 R كوساين ثيتا ناقص 1 يساوي 0. نجي هنا R تربيع، هلا أسويها كبيرة الكتابة، R تربيع ساين تربيع ثيتا ناقصا 3 R تربيع كوساين تربيع علما للثيتا ناقصا 4 R كوساين ثيتا، هاي R شوفوها كوساين ثيتا ناقصا 1 شي يساوي يساوي 0. بس تكتب المعادلة هيك انتهى الحل، مو إلا تبسطها ولا تحتاج تبسطها نهائيا. ايش عندنا بعد؟ عندنا معادلة بس مزعجة جدا جدا جدا، خوش حكي، خلينا نمسح السبورة، معادلة شوية كبيرة يعني طويلة.